رفع المستوى الوعي والثقافي للطلاب، وأيضا بالنسبة للتعاون بين الجامعات كانت فرصة مناسبة للتعاون بين جامعات ميسان على مستوى المحافظة، وأيضا التعاون بين جامعات العراق ككل، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات العالمية اللي تدعمها وزارتنا. شارك في هذه المناظرات كل من جامعة ميسان وكلية المنار العلوم الطبية وكلية العمارة الجامعة. هناك فرق طلابية ممثلة عن كل هذه الجامعات، سيتم التنافس وحقيقة الأمر هذا بتوجيه من معالي السيد الوزير لنشر أفكار الطلبة واقتراحاتهم وإبداعاتهم. اليوم كلية المنار مشكورة بدأت بتنظيم مونديال مناظرات الجامعات العراقية في المنطقة الجنوبية وفي محافظة ميسان بالذات، وهو حدث بصراحة مهم جدا وحدث يدل على اهتمام الوزارة بتنمية الكفاءات والاشتراك في مثل هذه المناسبات، ونتمنى طبعا نشوف طلابنا وطلاب جامعة ميسان وكلية العمارة بالإضافة إلى كلية المنارة، نتمنى بأنه يقدمون ما نتوقع منهم باعتبارهم قادة المستقبل. قامت كلية المنارة للعلوم الطبية وبرعاية الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية مونديال للمناظرات الجامعية باللغة العربية داخل العراق. احنا نشجع هيجي محافل لأنه هي تنمي القدرات الذاتية والإبداع لدى الطلبة. حضرنا اليوم إلى المونديال المعرفي الذي يقام بمباركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات العراقية التي تقيم في ميسان كلية المنارة الجامعة. تقام هذه المونديال وللمرة الأولى في جامعة ميسان وكلية المنارة لمعرفة المواقف الطلابية تجاه قضايا عديدة، منها الزي الموحد أو بعض الدروس التي قد لا يستفاد منها الطلبة في مسيرة حياتهم العلمية. موقفنا وتثبت صحيح